يعني هي تأمين العلاج. عدة أشخاص أشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي غير قادرين على تأمين العلاج أو مبالغ كبيرة، ونشوف فورا لحين ما يجي دكتور أحمد إذا قدر باستطاعته يأمن العلاج وبسعر بسيط جدا. والله هذا الجانب يعني الحمد لله والشكر. هو شوف، كل شيء بحياتك، او كل خط تمشي به بحياتك، او كل عمل تأديه بحياتك هو توفيقه من رب العالمين. هاي نقطة راس سطر ما عليها نقاش يعني، وهاي قناعتي الشخصية يعني، اللي كلش اهتم لها وكلش احترمها. نعم فهيك موضوع يعني انا بديت بيه صار لي تقريبا مش كم سنه يعني، من انه بديت اشتغل بالصيدليه، ومن تخرجت ومن تعينت اكو فد حيز بداخلك يعني، تحس انه انت عندك فد شيء تريد تقدمه. يعني مو بالضروره انه تقدمه بشغلك او تقدمه بالمستشفى او تقدمه على مستوى الفن، لا، اكو فد شعور انساني بداخلك تجاه الناس اللي مثلا اللي ما عنده امكانيه يشتري علاج، اللي ما عنده امكانيه يراجع طبيب، اللي ما عنده امكانيه يسوي فلان شغله. فلا ضير انه انت تساهم بهذا الشيء، ولا ضير انه انت تساعد بهذا الشيء بصراحه. يعني مو لانه الشخص المقابل محتاج، لا، اكو مقوله تقول انه مو الفقير اللي محتاج لك، لا، انت اللي محتاج للفقير. فعلا في يوم من الايام انت اللي محتاج للفقير، مو العكس يعني، لانه هو كله عند رب ربما العالمين، هو دعوة عمل. من فقير تسوى الدنيا، مو صح دكتور؟ احسنت احسنت احسنت. مرات هو عمل الخير، مو بس خلينا نقول مو بس على مستوى مادي او على مستوى توفير علاج او الى اخره، لا، نعم مرات هي حكايه طيبه، هي عمل خير يمكن صح، الناس تذكرك هي فيه من حقيقة هناك عاد 100 يعني. سنه. نعم دكتور، خلينا نتحدث عن مراحل أيام الدراسة، وسولف لنا كل مراحل باختصار اللي صارت وياك. ربما أشخاص جاي يتابعونا يعني يريدوا يدخلون المجال الصيدلي، وهناك عوائق وبالتالي هناك عقبات أمامهم. كيف كانت أيام الدراسة؟ كيف الصعوبات اللي واجهتها في أيام الدراسة؟ والله على قولتك باختصار، ايام الدراسه انا بالنسبه لي شخصيا كانت يعني كلش عصيبه يعني. واجهت أها بيها صعوبات كلش قويه يعني، كلش كبيره. اذا ادخل لك بتفاصيلها يراد انه يمكن يومين ما نخلص، فراح اختصر لك اياها. انه تمام يعني انه انا طول فتره الدراسه انا نعم ادرس واشتغل، يعني انه معتمد على نفسي، معتمد على نفسي شخصيا يعني. جيد وبذاك الوقت يعني طبيت الكلية تقريبا في سنة 2004، اللي هي السنة اللي بعد السقوط. نعم يعني بذاك الوقت كانت الحياة المادية صعبة، مو سهلة، واحكي لك اياها يعني. تمام يعني صعبة صعبة على مستوى عائلي، حتى اكون صريح وياك. يعني نعم انا ما طلعت من عائلة غنية او من عائلة متمكنة ماديا، لا. نعم يعني حتى اكون صريح وياك ويا اللي جاي يتابعونا، نعم بنيت نفسي بنفسي وكونت نفسي بدراستي وبتعبي وبشهادتي وبشغلي الخاص، لانه قلت لك ويا ما كنت ادرس كنت اشتغل. والدراسه، دراسه كليه الصيدله مو سهله، خصوصا صح بالبصره صعبه صحيح جدا، ومن تخلي وياها شغل تكون اصعب بقاطات. فلذلك يعني صحيح صار تاخير عندي كم سنه على ما تخرجت وعلى ما رب العالمين يعني وفقني. الحمد لله والشكر. من الحمد خلال لله. كلامك يعني انا استنتجت يعني رسالتين. الرساله الاولى للاشخاص اللي يقول انا اريد ادخل هذا المجال ولكن هناك صعوبات، انا ما اقدر، على سبيل المثال الماده، نشوف الدكتور كان يشتغل وكان يدرس، فبالتالي هاي لازم تستفاد من عندها وماكو شيء مستحيل لازم توصل. هاي الرساله الاولى. الرساله أكيد الثانيه، طبعا. الناس اللي متمكنين ماديا نعمه من الله، استقر هذا الموضوع وحقق حلمك وادرس. بالضبط، أحسنت فعلا، هذين الرسالتين أحسنت. أي. تمام. حضرت دكتور، انت عضو في منظمه البصره بيتكم، تحدثنا عن هذا الفريق وعن اعمال هذا الفريق. بصراحة يعني منظمة البصرة بيتكم هي منظمة خيرية بالنسبة للي نعم يعرفها واللي ما يعرفها. تمام أنا عضو بالتيم الفني لمنظمة البصرة بيتكم، لأنه التيم نعم الفني احنا عندنا ايفنتات نسويها، عندنا كرنفالات نسويها، عندنا مشاركات في حفلات نعم معينة. مرة يعني بالسنين الأخيرة، السنتين الأخيرات اللي نعم فاتوا، ظلينا نشتغل حفلات تعارف، العفو، حفلات تخرج بالكليات،
هاي كلها نعم الريع مالتها خيري، يعني يروح للامور الخيريه اللي تقوم بها المنظمه، من ناحيه مساعده فقراء، من ناحيه توفير مظبوط مواد غذائيه للفقراء، من ناحيه توفير بعض الامور للايتام وايتام الشهداء، نعم ودور العجزه ودور الايتام، نعم ومنها ترميم المساكن اللي تابعه للناس الفقراء. فيعني من تمام هالباب هذا اشتغلنا. احنا كل سنه يصير عندنا كرنفال، بس هالسنه تاخر لانه بسبب الجائحه اللي موجوده والوضع الراهن اللي موجود. كرنفالين انا اشتركت بيهم، كرنفال البصره مدينه السلام اللي التقينا بيه انا وياك، كان بالباذنجانه صح ساحه الحريه، اللي هو صادف يمكن 2017 اتصور، 17 نعم يمكن 2017 اي. والكرنفال الثاني اللي صار بالمدينة الرياضية اللي هو بداية 2019 الشهر الثاني يمكن. تمام اي صح صار كان جو بارد كان اي كان المفروض هو نهاية 2018 الشهر التاسع، نعم بس صادف يعني بوقتها في ظروف معينة، يمكن هم مظاهرات كانت بالبصرة، نعم فتأجل إلى الشهر الثاني يمكن 2019. وكان عندنا هواي مشاركات، منها بشنشل مول، عيد نعم الأم شاركنا بيه بحفل فني، وعيد الجيش شاركنا بيه نعم بحفل فني، البصرة تايمز سكوير أيضا شاركنا بيه أكثر من مرة، مرة مهرجان كان نهاية مهرجان التسوق نعم لبعض الشركات، ويعني أكو حفلة ثانية بالتايمز سكوير بس ما أتذكر شنو كانت يعني مناسبتها. هاي فيما نعم يخص يعني عملي او شغلي ويا البصره بيتكم، بالاضافه الى قلت لك حفلات تخرج صارت بالسنه الاخيره وبالآونة الاخيره. تمام حتى ننتقل للمحور الآخر وحتى المتابعين يستمتعون بهذا الصوت الحلو خلينا ننتقل لشيء آخر نسمع حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، الله والقمر ناسينا، احنا اللي قضينا العمر، احنا اللي قضينا العمر، عمرين بسنينا، عمرين بسنين، الله حبينا ضي القمر، حبينا ضي القمر، والقمر ناسينا، والقمر ناسينا، احنا اللي قضينا العمر، احنا اللي قضينا العمر، عمرين بسنين، الله عمرين بسنين، لا ود طارش، ما ود طارش، ما ود طارش، ولا بالكذب مر بينا، بالكذب مر بينا، الله ياما 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 قضينا العمر بين الشواطئ شراع، ياما ياما نتمنى بينا تمور، نتمنى بينا تمور، ما القبلا يوداع، ياما ياما أحباب احنا نظل، والوفا ما ينباع، والوفا ما ينباع، مرني قصايد عشق، مر لا تخليني، مرني قصايد عشق، مر لا خلي تخليني. الله ويسلم هذا الصوت، الله الصوت عليك رائع حبيبي، جدا. انت انا استاذ حبيبي من ذوقك. تدوى تعرف انا من 2011 تعرضت الى حادث وما انام، فبالليل يعني الساعه 12 يعني تجيني كلمات واحاول برتب فتسي بس ما يطلع وياك فتسي، تعبت مليت. ان شاء الله ان شاء الله يطلع في يوم وياك فتشي، ان حتى شاء الله نلحن واغني اتشرف. تمام تمام ان شاء الله. يعني دكتور ما شاء الله فنان وكذلك صيدلي، شلون مقسم يعني الوقتين واصبحت متميز ما بين الاثنين؟
الله يخليك. طبعا هاي شهادة كلش اعتز بيها، كلمة شكرا. متميز يعني، مو كلمة قليلة ولا كلمة نعم هينة، بالعكس كبيرة بالنسبة تستاهل. لي. نعم الله يخليك. بصراحة يعني انا الفن يعني منه انا طفل، من الابتدائية، من المتوسطة، من الاعدادية كنت اغني بالساحات مال المدرسة. نعم بالكلية ايضا كنت اغني حفلات التعارف، حفلات التخرج، اروح نعم لبعض الكليات يعني يدعوني بحفلات واروح، فصار عندي تطور على هالمجال هذا من الناحية الفنية. يعني ظليت انعرف نعم كأحمد الساهر مو كأحمد محمد. اكثر جمهوري نعم واكثر الناس اللي تعرفني ما يعرفني انه انا احمد محمد، كده تعرفني بلقبي اللي هو احمد الساهر، اللقب الفني. ومع العلم بأن مثيرات حلوات. انت الاحلى حبيبي. نعم بذيك الفترة يعني كانت قلت لك دراسة، وكانت اكو شغل وياخل، خصوصا يعني موضوع فترة انه فترة الكلية، يعني نعم كنت ما متوجه للمجال الفني بصورة رسمية، او بصورة ما نعم منطي ذيك المساحة، لانه عندي نعم دراسة وعندي شغل. نعم فليش قلت لك هسه بالفترة الأخيرة، يعني هاي آخر سنتين، آخر سنتين ونص، نعم توجهت توجه حقيقي للفن. يعني ورا ما تخرجت من الكلية نعم تعينت، صار عندي شغل الخاص، تزوجت بال2014، عندي بنات اثنين نعم صغيرونات. الله يحفظك ان شاء الله. هنا أنا يعني صار عندي مجال انه اقدر اتوجه للفن وانطي فد مساحة اكبر بعد للفن، حتى ادخل بيه خلينا نقول بصورة رسمية. ودخلت له بصورة رسمية، يعني قلت لك دخلت ويا منظمة البصرة بيتكم، دخلت ويا فرقة تراث البصرة الموسيقية، انا عضو برابطة المبدعين العراقيين، وان شاء الله قريبا راح تصدر لي هوية نقابة فنانين، يعني بسبب إن الوضع شاء الله انه يا رب. الهويات متاخره من بغداد. طبعا الفضل كله يرجع لاستاذي وحبيبي الاستاذ طارق شعبان، الله يعطيه الصحه نعم والعافيه ان شاء الله. نعم ومؤخرا اشتركت في فرقه جديده، هم مجموعه من الفنانين البصريين والعازفين البصريين المبدعين جدا، طبعا هي فرقه نعم عراق الفن مؤخرا يعني. نعم تمام. انا ودي يعني حقيقة يعني تكون لقاء اكثر، بس بخاف يعني بعد ما اضل شيء الكهرباء وتنطفي. باختصار عندي سؤالين. ايوه السؤال واضحه. الاول يعني السؤال الثاني لك حق تجاوب او ما تجاوب، بس السؤال الاول الوضع ها البلد سؤالك الاول حاليا. اجباري يعني. اها سؤال اول، الوضع البلد حاليا وما تعرض اليه الاطباء كيف تشوفه حسب وجهة نظرك؟ من يا ناحيه قصدك؟ من الناحية الأمنية. والله الوضع الامني بالبلد يعني ما شفته صار زين ابدا أها يعني. نعم اي نعم، يعني مرينا بايام ممكن اتعس من هاي الايام، بس الوضع الامني نعم لا زال مو مريح يعني. تمام. إن شاء الله يا رب يحفظ الجميع. السؤال امين يا الثاني، رب. وانا هذا السؤال من عندي وصراحه تريد تجاوبه او ما تجاوبه بقت يمك. انا يعني اراجع الطب من السنه 18 من عمري والان اصبحت 30. تمام. يعني شفنا هذه الفتره من الاطباء وشلون وقفوا ويا الناس وقفه اكيد ما ننساها، ولكن الجانب الاخر هي العيادات وغلاء يعني سعر الادويه ومراجعة المريض إلها وسعر الكشفية يوصل ل30,000 دينار. إيش هذا الموضوع بالنسبة لرأيك؟ والله هذا الموضوع انا ما راح اتهرب من عنده، راح اجاوبك به بكل صراحه يعني وبكل شفافيه، لان الموضوع يعني انا خلينا نقول انا في وسط هذا الموضوع، نعم فاعرف هاي الصفحه واعرف هاي الصفحه. المشكله اللي نعم تفضلت بيها انت نقطتين، النقطه الاولى هي كشفيه الطبيب. نعم كشفيه الطبيب ترى هي مسعره من نقابه الاطباء، يعني ترى الموضوع مو شخصي من يم الطبيب نفسه، أها هذا الموضوع اجت بيه تسعيره من نقابه الاطباء. اتصور نزلت التسعيره قبل سنتين، انه طبيب الاختصاص هل قد كشفيته، طبيب الاستشاري هل قد كشفيته، يعني هاي ال30,000 هي حق الطبيب الاستشاري اللي جاي تحكي عنه انت. اما أها فيما يخص موضوع العلاجات، فهاي ازمه على مستوى العراق كله، مو بس على مستوى محافظه البصره، وازمه احنا كصيادله نعاني من عندها، ترى مو بس المواطن، احنا كصيادله نعاني من عندها، لانه نفتقر الموضوع تسعيره الدواء. اكثر دول العالم، وهاي الدول اللي هي جارتنا ايران،
الأردن، لبنان، سوريا، مصر، عمان، دول الخليج كلها مسعرة بيها. يعني هذا العلاج سعره 2000 دينار، أروح العلاوي ألقاه ب 2000، أروح الأحمد ألقاه ب 2000، أروح فلان صيدلية ألقاه ب 2000، ما يتغير مستحيل. لا أكو أحد يقدر يبيعه ب 1000 ونص، ولا أكو أحد يقدر يبيعه ب 2000 ونص. لا تقدر تبيع غالي، لا تقدر تبيع رخيص. بس هذا الموضوع للأسف يعني متأخر جدا، متأخر ومتلكئ بسبب يعني خلل يعني فوق بغداد والوزارة وإلى بس آخره. موضوع التسعير دكتور، بس احنا يعني نتمنى، احنا نتمنى التسعيرة، احنا نعم نتمنى التسعيرة، كل تمام صيادلة العراق يتمنون التسعيرة. تمام هسه بالنسبة للموضوع، يعني التسعيرة ماشية بالنسبة للصيدليات بكل العراق وبكل دول العالم؟ لا لا لا، ماكو تسعيرة بالنسبة للعراق. ليش اقول لك ماكو تسعيرة؟ هي هاي المشكلة الأساسية. لو اكو تمام. تسعيرة ما راح تلقى صيدلية غالية وصيدلية رخيصة، كلها لكن نفس انا ليش الأسعار. سألتك السؤال؟ انا من سافرت لقطر اكو علاج هنا اخذه ب 15000 دينار، هناك طلع ب 5000 دينار. هذا ممكن يرجع الفد نقاط، يعني بصراحة ما أعرف شلون أشرح لك إياها. بس إذا كان المعمل مال الشركة بقطر، فهنا الكلفة راح تكون أقل. بس إحنا تمام العراقي يستورد نفس تمام العلاج اللي حكيت عنه أنت، ممكن العراقي يستورده بسعر معين وعليه ضريبة معينة. هذا تمام الاختلاف في السعر. وبالنسبة نعم وبالنسبة للشق الأول والتجاوبت عليه، معناها احنا الموضوع مو يم الدكاترة، الموضوع يم النقابة. لا لا، الموضوع من النقابة فعلا. أنا هذا حسب إيه معلوماتي وحسب درايتي أحكي يعني. تمام. احنا والله اتمنى انه يستمر اللقاء، وصلنا للختام. الله شخص يخليك، والله أنا هم أتمنى. بالأخير شنو حابب تقول؟ والله بداية يعني أتمنى، يعني أتمنى الالتزام بالإرشادات الصحية اللي كل الكوادر الصحية وكل المؤسسات الصحية جاي تحكي عنها، لانه نعم جاي نوصل مراحل بصراحه، بصراحه خلينا نكون واقعيين وصريحين، بدينا بالعراق نوصل مراحل حرجه ومراحل خطيره، من باب ان نعم مستشفياتنا بدات تنترس مرضى، نعم المدينه الرياضيه متروسه مرضى، ومن باب انه نعم الكادر الصحي بدا ينهار. اصابات عندنا بالكادر الصحي كارثيه، ما بين اطباء وما بين كوادر صحيه سانده، من ممرضين، من مساعدين اطباء، من صيادله، نعم يعني اصابات كلش هواي. فاللي نريده من الناس بس الالتزام. إن شاء الله وأزمة تنتهي والجميع يكون بألف خير. شكرا لك دكتور، امين وشكرا لوقتك. حبيبي، حبيبي تحياتي واشواقي لك عمري. مع السلامة دكتور. عيني مع الف سلامه حبيبي، الله معك.